صباح الخير لك زميلتي في استديوهات هوان الوطن، وصباح الخير ايضا لمشاهدينا الكرام. اليوم نتواجد في احد بيارات الافوكادو في مدينه قلقيلية، وبالمناسبه تتزين مزارع الفلسطينيين في هذه المنطقه بفاكهه الافوكادو التي وجدت بيئه مناسبه لها في بلده قلقيلية. للحديث اكثر عن هذا الموسم في هذا العام معنا السيد احمد عيد. سيد احمد عيد صباح الخير. صباح النور، يا مرحبا فيكم. يا هلا فيك. يعني بدايه لو نتحدث عن موسم الافوكادو بشكل عام في هذه السنه. كمان مره صباح الخير لكم، صباح الخير لجميع المشاهدين. صحيح احنا في محافظه قلقيلية، يعني الحمد لله رب العالمين، في من حوالي 10 سنوات وما قبل بدأت يعني زراعة الأفوكادو تظهر في عنا بالمحافظة بكميات كبيرة، وإحنا في وزارة الزراعة بعد دراسة عميقة ومستفيضة لهي الشجرة وهي المحصول بدأنا في توزيعها والعمل عليها كمحصول استراتيجي في هذا المحافظة. يعني مثلا هذا العام إحنا يعني عنا حوالي ما يزيد عن 2000 دونم من 2500 دونم من الافوكادو المزروعه في اراضينا في محافظه قلقيلية. طبعا هو متواجد هي المساحه في المنطقه الغربيه. لو نتحدث عن المساحه ككل، المساحه المزروعه وايضا عدد الاشجار المزروعه من الافوكادو. المساحه المزروعه بالمجمل عندنا في محافظه قلقيلية، في المنطقه الغربيه في محافظه قلقيلية، عندنا حوالي 2500 دونم مزروعه. هاي ال 2500 منها حوالي 1200 هي ومنتج اقتصادي، يعني اشجار كبير مثل المزرعه الموجودين فيها. في عندنا اشجار صغيره يعني زرعت سواء هذا العام حديثة او العام قبل حديثه بتعدل حوالي 1000 دونم. الدونم الافوكادو يعني بيستوعب حوالي 40 شجره افوكادو، فلك يعني بحس معين تطلع تقريبا كم شجره عندنا بهي المحافظه. طبعا هاي هذا ميزته هذا الافوكادو وليش صار انتشار عندنا في هاي المحافظه بسرعه، اللي هي عده امور، اهمها طبعا الظروف الجويه اللي بتمتاز في هاي المحافظه مثل ما تحدثنا بالمناسبة. نعم صحيح. اللي رطوبه ودرجه الحراره، حراره عاليه كمان، مصادر نعم. كمان كمان وفره المياه، وفره المياه وهذا شيء مهم جدا اضافه للمزارع المزارع المجتهد. وكمان شيء مهم جدا الافوكادو ميزتها يعني بزرعها وبكمل عليها كثير المزارع اللي ما عندوش وقت كثير، يعني موظف يعني شيء مهمله، شجره مهمله، هي مش مهمله، هي لا تحتاج لعنايه كبيره، هي يعني باوقات معينه تستطيع مثلا انت كموظف ما بعد ساعات دوامك وايام عطلتك انك تكون بواجبها باكمل وجه من ناحيه عنايه. تمام. فهي ميزه مهمه جدا. لو نحكي برضو عن انواع الافوكادو الموجوده عندنا هون في المزرعه او في قلقيلية بشكل عام. طبعا احنا اول ما بدانا في زراعه وزراعه الافوكادو والتشجيع عليها كنا مركزين على صنفين رئيسيات، اللي هي في عندنا اللي بيحكوا له الهاس، وهي حبته بتيجي خشني اصغر، حب صغير أسود. شويه اسود واخضر أسود. منها، وهي عندنا على مستوى المواطن الفلسطيني عنده قبال كثير عليها. وفي نوع ثاني اللي هو الاتنجر، اللي بتيجي حبته كبيره وملسه، وهذا كمان يعني كثير ممتازه وكثير يعني طعمها جيد. وفي وهي من اكثر شيء بيتم عمليه التصدير الخارج من هذا المحصول. ادخلنا في فترتها نوع معين اسمه النوع الفورتا، ما نجح لانه من ناحيه بس ممتاز، من ناحيه مذاق ما كان اقبال عليه كثير. حاليا قاعدين بنشتغل على نوع اخر، النوع بنحكي له بنكرتون، نوع يعني ميزاته عاليه جدا من حيث الانتاجيه، من حيث الطعم، يعني وشغالين في عندنا كذا صنف حاليا تحت التجربه، قاعدين نشتغل عليها ان شاء الله على اساس انه شو يعني، لانه الافوكادو بهي في بالاصناف الموجوده في مجال انه من شهر 8 لشهر 4 بالموسم اللي قبله تضلك انك تستعمل يكون الافوكادو موجود على المائده. تمام. احنا حاليا يعني عفوا على المقاطعه، واضح انه اصناف عندنا ممكن 3 اصناف الاكثر مثلا استهلاك للمواطن. في يعني سؤال كثير مهم ويعني كثير المواطن والمستهلك بيسألوه، ليش دائما سعر الافوكادو عالي؟ يعني شوف، هو سعر الافوكادو اول شيء لعده امور، اللي هو انتاجيته او السعر المدخلات هي برضه السعر عالي، لانه مثلا تيجي تقول دونم الافوكادو يحتاج الى حوالي يفوق عن 1000 كوب ماي من المياه سنويا. كمان بيحتاج لبعض الأسمدة، إضافة لعملية اللي هو تجمعه،
فبكون يعني فبالتالي يحتاج الى جهد والى الى يعني مواد كثيره، اضافه لانه تعرف هو كمياته احتكاره كان موجود سابقا عند الاسرائيليين وبالتالي كان يدخل عندنا هو كمحصول جديد، فبالتالي يكون باسعاره عاليه جدا. احنا مع التقدم في والانتشار في زراعه المحصول فسواء محافظه قلقيل ومحافظه طول كرم ويكون عندنا كميات كبيره، يعني مثلا احنا متوقع هذا العام قلقيليه في محافظه قلقيل حالها عندنا انتاج حوالي بوصل بحدود الأربعة ل 5000 طن سنويا بهذا العام بالموسم. والسنه الجايه ان شاء الله رايحين متوقعين يكون اكثر، وبطول كرم طبعا عندهم اقل منا لانه يعني مع الوقت رايحين نوصل كميات اكبر، ففي مجال انه نسد جزء كبير من احتياج المواطن، فان شاء الله يكون الاسعار انه تقل بهذه الحاله. اما حاليا يعني السعر يعني بهذا الوضع وعالي، كمان شيء مهم جدا انه للاسف هو من خلال التجار، يعني هو من المزارع يسوق من المزارع بين الخمسة والسبعة شيكل فقط لا غير، بس برضه هذا مرتفع يعني خمسة هو شيكل مرتفع يعني هو بس هذا المفروض يصل للمستهلك بهذا السعر. صحيح هو هذا العام فقط يعني بالعام السابق كان السعر أقصى سعر كان يوصل أربعة وأربعة ونص شيكل من المزرعة، يعني إلى أنه من تاجر لتاجر لتاجر كنت بوصل للمستهلك تحكي عن حاليا 15 و17 و14 وهذا السعر حرام لانه اضعاف السعر برضه بالمزرعه، يعني الاصل الربح حتكون شيء معقول. نعم مش يعني اضعاف. استاذ احمد احنا ذكرنا حاجه السوق لهذا المنتج، هل يتم تصدير كميات الى الخارج وما هي الدول التي يتم تصدير اليها؟ طبعا احنا لنا حوالي 3 سنوات او السنه الثالثه بنصدر الافوكادو للاردن. وصدرنا كمان لأشقائنا بالكويت وكمان للأشقاء بالسعودية صدرنا. يعني هل هو منتج مطلوب مقصود مثلا من فلسطين؟ شوف هو إجمالا صحيح أنه يكون المنتج لما يكون منتج فلسطيني له إقبال خاصة في الدول الأشقاء دول العربية لا يعني شعورهم وانتمائهم للقضية هي ليس من ناحية إنسانية، القصد كجودة منتج. هي أنا بحكي لك هي من في لها دور إنساني، ومن ناحية منتج أنا بحكي لك وبتأكد لك ولك تشوف المزارع إحنا منتجنا يعني يضاهي أي منتج عالمي، وحتى منتج الموجود بإسرائيل بجيراننا منتج يعني ذو جودة عالية جدا من ناحية الحجم، ومهم جدا من ناحية المبيدات وبقية المبيدات يكاد يكون ما في عندنا يعني صح كثير، وبالتالي احنا منتجنا ينافس اي منتج عالمي في هذا الحكي، وهذا اللي بعطينا اخرى دور بالاسواق انه بيكون تحتل يعني اماكن متقدمه بضاعتنا في على مستوى السوق الخارجي. طيب يعني استاذ احمد انا بدي اتشكرك على هذه المعلومات القيمه صراحه اللي اطلعتنا فيها على هذا الموسم بشكل عام، وموسم اللي بتتميز فيه الان قلقيليا وفي هذه الفاكهة الجميلة. شكرا لك. شكرا لكم العفو. شكرا لك. مشاهدينا الكرام معنا الآن المزارع محمود نوفل وهو أيضا صاحب هذه البيارة للحديث عن كيفية العناية بشجرة الأفوكادو. سيد محمود يعطيك العافية. الله يعافيك. لو تحدثنا قليلا عن كيف يهتم المزارع بهذه الشجرة للحصول على موسم جيد. يعني شجرة الأفوكادو كباك الشجر يعني الموجود عندنا في مدينة قلقيلية بدها عناية، بدها ري، بدها سماد، بدها يعني وضع معين برضو. مش كيف يعني في هل في مكافحه مثلا للحشرات؟ في حشرات العفن، في بيجي عليها العناكب برضو بدها يعني عنايه مكثفه برضو. يعني الشجره بتهتم برضو بدها اهميه في العنايه في الرش مبيدات حشريه. طبعا تلقائيا هذا بينعكس على الانتاج، على الانتاج. نعم. اذا ما انت رشيتها مثلا الادويه المناسبه
ما بيجي عندك موسم جيد يعني بتخسر الموسم كله. كم تحتاج مثلا المية او الحراسة ممكن؟ او هي أزيد شيء بتتركز عليها بدها مية، بدها أسمدة، حراثي ما بدها حراثي، يعني شجرة الأبكادو ما بدها حراثي زي باقي الشجر. مثل ما يعني ذكر السيد أحمد يعني هي للمزارع اللي ما عنده وقت بزرع الأبكادو. يعني بتأجل القطف وانت ما بدك، يعني مش انت محدد وعندك وقت مثلا اليوم بدك تقطف، يعني خلص بدك تعطل حالك تيجي تقطفها. اللي يعني فيها انك انت بتاخر وانت ما بدك. بالضبط انت بتتحكم قوية. حتى الثمرة قوية. بتتحكم في القطف وانت ما بدك. هاي المنيحة برضه في شجرة الأبكادو. طبعا هي مصدر ممكن رزق الوحيد. مصدر رزق. مصدر رزق يعني اللي بزرعها وبعتني فيها مليح بصير مصدر رزق جيد. كانوا برضه أسعارها يعني مرتفعة، فممكن إنه. أسعارها مرتفعة لصالح التجار مش لصالح المزارعين. مثل ما ذكر ممكن هي بتطلع من عند المزارع 6 شيكل. خمس شيكل تقريبا. خمس شيكل 6 شيكل. روح على السوق بتلاقيها ب 15 شيكل، يعني مش لصالحنا. كلها من لصالح التجار. طيب سيد محمود أنا برضو بدي أشكرك يعني على ما أطلعتنا عليه من عناية بهذه الشجرة، شكرا لك. شكرا لك. مشاهدي الكرام وصلنا معكم لنهاية جولتنا لهذا الصباح، عودة إلى استديوهات هوى الوطن.